عمرهم بتروحوا بشكل الحمام. ما بدي اي حدا يحس عليكم، مفهوم؟ ولازم تفهموا شغلي، هاي العملية ساويناها لحتى عناصرنا يرجعوا سالمين. عناصر جاهزين سيدي. بخفي درس انت تبدأ العملية. أمرك. يلا ما حدا يحس عليكم. يلا تأخروا كتير. مزبوط سيدي تأخروا، بس الغريب انه ما سمعنا صوت قواص. هذا يعني في اثنين احتمال، يا اما نجحوا بالعملية وما انتهت، يا بيكونوا وقعوا بالفخ.